بحضور شيوخ وعلماء، أقامت مدرسة نافع لتعليم القرآن وعلومه بأم البواقي بدار الثقافة والفنون احتفالية تخرج الدفعة الأولى من خاتمات القرآن الكريم، وذلك وسط أجواء تميزت بالمشاعر النبيلة والصور الجميلة التي رسمتها عائلات 23 خاتمة. وتأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية ونشر التعليم القرآني وتربية النشأ على حفظ كتاب الله وفهمه. التغطية لرشيد مقدم. نتوج الدفعة الأولى من حافظات مدرسة نافع واللاتي عددهن 23 حافظة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن ينفع بهم وأن تكون بيوتهم سعيدة بهذا القرآن. هذا المشهد لوحده هو درس، درس لكل الحاضرين. هذه الفرحة لا توصف، كيف يقبلونهم، كيف يفرحون، كيف يبكون، كيف يصورهم الناس. هذه دروس حية والله، هزتني بل وأبكتني. والأكثر منها تلك الأخت التي لما صعدت أمها تتكئ على عكازها سلمت عليها ثم ألبستها التاج. أهديت الختمة هذه لأمي تاج راسي، اللي كانت هي السبيل اللي خلتني نحفظ القرآن وخلتني ندرس العلوم الشرعية في جامعة الأمير. نهديها التاج بربي إن شاء الله، ألبسها تاج الوقار إن شاء الله في الجنة بإذن الله. كتامي وفرحتي بكلها الوالدية والشيخة على القرآن ومدير المدرسة اللي وفروا لنا الجو وعاونونا باش نحفظوا وصبروا معانا في جائحة كورونا، والشيخة وصلت معانا مجهوداتها حتى توجتنا وختمنا. اللحظة أنه اللي قالوا لي بلي كديتي عمر ما قدرتش نوصف، يعني حاجة كبيرة أكثر مني، ما قدرتش حتى نوصفها، أكثر مني أكثر مني. نشكر الأستاذة ونشكر الوالدية، هما اللي كانوا معايا. نشكر الأستاذتين، نشكر المدرسة، القائمين على المدرسة كامل. وإن شاء الله أن يكون القرآن نور أبصارهم وربيع قلوبهم وأن ينبتوا بالقرآن إن شاء الله. وبارك الله في مدرسة نافع وكل المشرفين على هذه المدرسة.